بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 70. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب هو باب ما جاء في التنجيم والاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر، أو هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمنجمون معروفون في حكمهم في الإسلام أن هذا الذي يعتقد في النجوم أنها تؤثر في هذا الكون، إذا طلع النجم الفلاني أو غرب النجم الفلاني يحصل كذا وكذا من هبوب الرياح، من الأمطار، من فهذا اعتقاد باطل. والنجوم مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى كسائر المخلوقات، مخلوقة مدبرة مسيرة، ليس لها من الأمر شيء، ولكن الشيطان، شياطين الإنس والجن، يروجون مثل هذه العقائد على الناس ليفسدوا عقائدهم. فلذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب، لأن هذا موجود عند الناس، فهو يريد أن يبطل هذا العمل وأن يورد ما ورد في هذا من الآيات والأحاديث. الله جل وعلا حصر الحكمة في خلق النجوم لثلاث، خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فأنت إذا نظرت إلى السماء في الليل تجد مزينة بهذه النجوم، تشتاق إلى رؤيتها والنظر فيها، زينة للسماء، هذه واحدة. ثانية: رجوما للشياطين، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني بالنجوم هذه، وجعلناها رجوما للشياطين لئلا يسترقوا السمع من الملائكة، لأن الملائكة يتحدثون بالوحي في عنان السماء، فمسترقوا السمع يترصدون لذلك، والله جل وعلا يحرقهم بالشهب، تدركهم الشهب فتحرقهم، وقد ينجو أحد منهم أن يدركه الشهاب فيلقي ما معه من السرقة، سرقة الجو، فيلقيها إلى الكاهن، يلقيها إلى الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، يلقيها إلى الكاهن. هذه الكلمة التي سمعها، كلمة واحدة سمعها من السماء، يلقيها إلى
الكاهن من بني آدم، الكاهن يكذب معها 100 كذبة، كلمة واحدة صدق من السماء يكذب معها 100 كذبة وينشرها في الناس، فيصدقه الناس في هذه 100 الكذبة بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء. فتنة للناس، والله كشف أمرهم وبين ذلك لئلا يغتر بكذبهم وكيدهم لبني آدم، حماية لعقيدة التوحيد. نعم. قال الخطابي رحمه الله: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي أبو سليمان الخطابي إمام جليل مشهور بعلم الحديث وغيره، له كلام في هذا الموضوع، كلام جميل فيه. نعم. قال الخطابي رحمه الله: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهى عنه، وذلك بما نهي، فإنه غير داخل فيما نهى عنه، نهي أحسن، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا، فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. نعم، هذا علم التسيير، يسمونه علم التسيير، وهو مباح، يعني يعرف أوقات العبادات، يعرف أوقات البذور والزراعة، ويعرف زيادة الليل وزيادة النهار، المداولة بينهما، هذا مباح وفيه فائدة أيضا، وهذا يسمى علم التسيير. أما الثاني الممنوع فهو علم التأثير، التأثير وهو الذي يظنون أن النجوم تؤثر في الحوادث، تؤثر في الأرض، هذا علم التأثير وهو محرم وهو اعتقاد باطل. النجوم ما خلقها الله لهذا، ما خلقها الله لتؤثر في الأرض الحوادث والحروب والمجاعات، ما خلقها الله، إنما خلقها لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينة، وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الفائدة الثانية، لئلا يسترق السمع. وليس المراد أن النجم ينقض ويسقط من مكانه، وإنما ينبعث من النجم شهاب ينبعث من النجم فيصيب مسترق السمع فيحرقه، شهاب ينطلق من النجم فيصيب مسترق السمع فيحرقه، يبطل الله جل وعلا كيد هؤلاء. وجعلناها رجوما للشياطين،
والفائدة الثالثة ذكرها الله جل وعلا في قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النجم المسافر في ظلمة الليل يسير على النجم يعرف الجهة التي هو قاصد لها فيسير على النجم. علامات وبالنجم يعني جعلنا لهم علامات ينتفعون بها في الأرض وبالنجم الذي في السماء هم يهتدون. ويهتدى به الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالنجم يهتدى بها بالبر ويهتدى به في البحر يعرف به الاتجاه فيسير المسافر عليه على الجهة التي يريدها. هذه الحكمة من خلق النجوم لهذه الثلاث ولا يعتقد فيها غير ذلك أنها تؤثر أنها يحصل عندها كذا من الحوادث هذا من اعتقاد الجاهلية. نعم. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. هذا كلام الخطابي رحمه الله. نعم. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه لا يرى بأسا في أن يتعلم الإنسان منازل القمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعرف منازل القمر لا بأس بذلك، هذا فيه فائدة ولا مضرة فيه. نعم. عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. إبراهيم هو إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي من كبار التابعين رحمه الله. نعم. قال ابن رجب رحمه الله والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. علم التسيير وهو علم الحساب، علم الحساب هذا مباح، تعلم من منازل القمر من النجوم من الشمس والقمر هذا لا بأس به، لأن فيه فائدة للمزارعين واللي يسيرون في البر والبحر. نعم. والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. أما التأثير أن النجوم تحدث الحوادث في الأرض هذا محرم وهو اعتقاد أهل الجاهلية وهو شرك بالله عز وجل. نعم. لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره. نعم. وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق. نعم. جائز عند الجمهور. انتهى. نعم. قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد. نعم، من تلاميذ الإمام أحمد ومن كبارهم حرب الكرماني. نعم. من جلة أصحاب الإمام أحمد روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن إسحاق بن راهوي أيضا معاصر للإمام أحمد. نعم. روى عن أحمد وإسحاق
وابن المديني. ابن المديني من كبار المحدثين، نعم. وابن معين كذلك من كبار المحدثين، نعم. وغيرهم. وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره. كتاب المسائل مطبوع موجود، كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد، فكان يجمعها، يجمع أجوبة الإمام أحمد على المسائل التي ترد عليه، فجمعها في مؤلف أجوبة الإمام أحمد. كذلك عبد الله بن الإمام أحمد جمع مسائل أبيه في كتاب موجود، نعم. مات سنة 80 و200. نعم. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو يعقوب الحنطلي النيسابوري. إسحاق بن راهويه، نعم. الإمام المعروف بابن راهوية. راهوية أو راهويه، اللغويون يقولون راهويه، وأما المحدثون فيقولون راهوية، والمعنى واحد، نعم. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم، قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. نعم، روى عنه الإمام أحمد، إسحاق بن راهويه روى عنه الإمام أحمد بعض الأحاديث، نعم. وروى هو أيضا عن أحمد، مات سنة 39. وهو أيضا إسحاق روى عن الإمام أحمد ما عنده من الأحاديث، نعم. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وروى هو أيضا عن أحمد، مات سنة 39 و200، نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ثلاثة والعياذ بالله لا يدخلون الجنة، هذا وعيد بسبب ما عندهم من الاعتقاد الفاسد، لا يدخلون الجنة. مصدق، نعم. مدمن الخمر، مدمن الخمر اللي يداوم على شرب الخمر، مدمن يعني مداوم، مداوم على شرب الخمر والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. عليه وعيد شديد، والواجب على من ابتلي بشيء من هذا أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة. والخمر والعياذ بالله رجس من عمل الشيطان، لا خير فيها لوجه من الوجوه، نعم. وقاطع الرحم، الثاني قاطع الرحم أي القرابة، والواجب صلة القرابة وصلة الرحم، هذا هو الواجب. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الرحم كبيرة عظيمة، الواجب على المسلم أن يصل رحمه، وإن قطعوه هم، ما يقول ما نواصلهم إلا ما يواصلون، لا، صل رحمك وإن قطعوك، صل أد الحق الذي عليك وهم عليهم الحق الذي حملهم الله إياه، صل رحمك وإن قطعوك، نعم. ومصدق بالسحر، صدق بالسحر، السحر باطل ولا يصدق، لكن من صدق به فعليه هذا الوعيد. الواجب على المسلم أن ينكر السحر وأن يعتقد بطلانه، نعم. ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، نعم.
هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي. وقال الحاكم صحيح في مستدركه، مستدرك الحاكم. والحاكم إذا قال عن الحديث إنه صحيح فيؤخذ عنه ذلك، وإن كان عنده رحمه الله تساهل في التصحيح، ولكن يقوي الحديث، تصحيحه يقوي الحديث. نعم. وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. سقاه الله، نعم، من نهر الغوطة، من نهر الغوطة، هذا في النار والعياذ بالله، نهر الغوطة في النار، وهو ماء يجري من فروج المومسات يعني الزواني في الدنيا. إذا دخلنا النار والعياذ بالله يجري من فروجهن هذا الماء الخبيث، يشرب منه مدمن الخمر يوم القيامة عقوبة له. نعم. قوله: وعن أبي موسى هو عبد الله ابن قيس بن سليم ابن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل. نعم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صحابي جليل، وكان متميزا بحسن الصوت، وقد استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وقف يستمع له لحسن صوته رضي الله عنه. نعم. مات سنة 50. نعم. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها. لا يدخلون الجنة، هذا يمر كما جاء، مع أنه مسلم، مع أنه مسلم، وليس معناه أنه يخلد في النار، لكن قد لا يدخلها من أول وهلة، يعذب في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة بعدما يطهر ويمحص. فالمؤمن وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، ولكن قد يطول مقامه في النار، قد يطول مقامه في النار، ويخرجون كالفحم ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، فإذا تكاملوا أدخلوا الجنة. نعم. هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، يعني ليس معناه لا يدخلون الجنة بمعنى أنهم مثل الكفار، لكن هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت لأجل الزجر. نعم. وقالوا: أمروها كما جاءت. نعم. ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. نعم، أنت أروها كما جاءت، وأما تأويلها فهو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مع الاعتقاد أن المؤمن وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، وإن طال تعذيبه فإنه يخرج منها ويدخل الجنة. نعم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله. إيه نعم، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار مثل الكفار. نعم. فإن عذبه به فقد استوجب العذاب. إيه نعم. وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. نعم.
قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. الواجب على من ابتلي بشرب الخمر أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة ولا يداوم. نعم. قوله وقاطع الرحم هذه يعني الجريمة الثانية قاطع الرحم. قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الرحم لها حق وإن قطعوك تصل رحمك وإن قطعوك. ما تقول أنا ما أواصل إلا من يواصلني من الأرحام بل تؤدي حقهم وهم عليهم ما تحملوا. صل رحمك وإن قطعوك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أن له رحما يصلها وهم يقاطعونه فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل يعني الجمر ولا يزال معك عليهم من الله ظهير يعني معين. الواجب على المسلم أن يصل رحمه ولو قطعوه ولا يقول لا أنا ما واصل إلا من يواصلني. أنت عليك حق وهم عليهم حق فأنت أدي الحق الذي عليك وهم يسألون عن الحق الذي عليهم. نعم. قوله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ليقول إن وصلوني وصلتهم هذه مكافأة. ليس الواصل بالمكافي وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها هذا الواصل. نعم. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة. الرحم هم من تربطك بهم قرابة من جهة الأب كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات أو من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات من جهة الأم. كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأبوين فهم أرحامك. نعم. وقاطع الرحم يعني القرابة. نعم. كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الآية. نعم. قوله ومصدق بالسحر أي مصدق بالسحر. السحر باطل قال الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السحر يعتقد بطلانه والساحر يقتل ولا يستتاب إذا ثبت عليه أنه ساحر يقتل ولا يستتاب لأنه وإن أظهر التوبة فإنه لا يترك السحر لا يترك السحر وإن أظهر التوبة. الساحر حده أنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا ومنه التنجيم. إيه نعم التنجيم من السحر نوع من السحر. نعم. لما تقدم من الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد سحر. نعم. ومصدق بالسحر أي مطلقا ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. أي باب ما جاء في السحر. نعم. في التنجيم. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها. الذهبي له كتاب الإمام الذهبي له كتاب اسمه الكبائر وهو موجود مطبوع متوفر بأيدي الناس كتاب الكبائر للإمام الذهبي. نعم. إيش قال؟
قال: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها. تعلم السيمياء هذا نوع من السحر. نعم. ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وعقد المرء عن زوجته. اي نعم، كفر المرء عن زوجته، يعمل له سحر فلا يستطيع الوصول اليها والعياذ بالله. نعم. وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته. اي نعم، كذلك السحرة يعملون شيء يحبب المرأة الى زوجها والزوج الى زوجته، هذا من عمل السحر، ما هي محبة طبيعية، هذه محبة بسبب السحر الذي عمل لهم. نعم. ومحبة الزوج لامرأته وبغضها أو بالعكس، أو يعملون له عمل سحر يبغضها إليه أو يبغضه إليها. نعم. ومحبة الزوج لامرأته يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. نعم. السحرة عنصر خبيث في المجتمع، يجب القضاء عليهم وعدم تركهم يعبثون بالمجتمع. إذا ثبت عليهم أنهم يعملون السحر فلا بد من إتلافهم، قضى عليهم. نعم. ولا يستتاب الساحر، لأنه وإن أظهر التوبة فهو كذاب. نعم. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، يعني في الباب. نعم. الأولى: المسائل هذه فقه الباب، فقه النصوص الواردة في الباب، هي مهمة جدا. نعم. الأولى: الحكمة في خلق النجوم. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذه الحكمة من خلق النجوم في السماء. نعم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. من زعم في النجوم أنها تؤثر وأنها تحصل بها الحوادث في الأرض، هذا فيه الرد عليهم، أن النجوم مخلوقات ليس لها أن تحدث في الأرض أشياء، إنما هي مخلوقات ومسيرة، وهي لثلاث لا يزيد عن ثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. أما أنها تؤثر حوادث في الأرض أو الجدب أو الخصب أو غير ذلك، وهذا من أعمال الجاهلية. نعم. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. تعلم منازل القمر هذا مباح، ومن العلماء من يمنع منه، لأنه قد يكون وسيلة إلى المحرم، ولكن الصحيح أنه لا بأس به، صحيح أنه لا بأس به، لأن فيه منافع، في منافع للمزارعين ومنافع للناس، فهو علم مباح. نعم. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم. مصدق بالسحر لا يدخل الجنة كما في الوعيد، مصدق بالسحر، لأن الواجب اعتقاد بطلان السحر ولا يصدق به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء الأنواء هذا أيضا من التنجيم،
والأنوى جمع نوء، وهو طلوع النجم أو غروبه. يعتقدون أنه إذا طلع النجم يحصل في الأرض كذا وكذا، وإذا غرب في الفجر فإنه يحصل كذا وكذا، كل هذا باطل. النجوم كما جاء في الحديث أنها خلقت لثلاث، ما خلقت لتؤثر الحوادث أو تدبر الأمور، إنما هذا من اعتقاد الجاهلية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد. ما جاء من الوعيد على من يعتقد السقيا في الأنواء. نعم. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. أي نعم. جمع نو، وهي منازل القمر. منازل القمر. نعم نعم. قال أبو السعادات رحمه الله، أبو السعادات بن الأثير، نعم، وهي 28 منزلة. نعم، منازل القمر 28 منزلة، ثم يختفي في ليلة أو ليلتين، يستسر، يسمونها الاستسرار في آخر الشهر، فيكون الشهر إذا كان 30 يستسر في ليلتين، وإن كان 29 يستسر في ليلة واحدة لا يرى. نعم. قال أبو السعدات رحمه الله: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العذق، يعني العرجون يعني العذق، عذق النخلة القديم إذا يبس يتقوس يصير الهلال مثله. نعم. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب، يسقط من أول الشهر، يزيد 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 حتى يتكامل في الليلة 15، ثم الليلة 16 إلى نهاية الشهر ينقص، كل ليلة ينقص ينقص. هذه منازل القمر. نعم. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة من طلوع الفجر. نعم. وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق. نعم. فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. نعم. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع وطلع. إذا سقط يعني غاب، إذا غاب في المغرب طلع رقيبه من المشرق، يسمونها الرقيب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلوا، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث عن القرآن أنتم مدهنون؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تنسبون الأرزاق إلى الأنواء، إلى طلوع النجم أو غروب النجم. هذا من اعتقاد الجاهلية. نعم. فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ليس النجم هو الذي يجلبها ولا هو الذي يقطعها. نعم. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم، أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية.
نعم، تنسبون الرزق إلى النجوم، هذا كذب، أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، النجوم ليس لها تصرف. نعم. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، هذا القول يعني. نعم. وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف في الآية. نعم، باب ما جاء في التنجيم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم، أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم. نعم. التكذيب به يعني القرآن. نعم، تكذبون يعني تكذبون القرآن، القرآن نسب الأرزاق إلى الله جل وعلا، وأنتم تقولون لا، الأرزاق عند النجوم طلوعها أو غروبها. نعم. قال الحسن رحمه الله: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. نعم، تكذبون القرآن يعني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. تعيده. عن أبي موسى وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. الجاهلية هي ما قبل الإسلام، ما قبل الإسلام هو الجاهلية. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، لكن قد يبقى منها شيء في بعض الناس، مثل هذه الأربع التي ذكرت في هذا الباب، يبقى من الجاهلية شيء عند بعض القبائل، عند بعض الأفراد، لكن الجاهلية العامة رفعت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل شيء نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. حمية الجاهلية، دعوة الجاهلية، فكل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. نعم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب، يقولون فلان من حمولة طيبة ومن نسب طيب، يفتخر بذلك. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما نفع أبا لهب أنه من أشراف قريش وعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان كافرا، ولا ضر سلمان وبلالا رضي الله عنهما أنهما كانا أرقا وأعتقا وصاروا مواليا، وهم من سادات الأمة، سلمان الفارسي وبلال ابن رباح رضي الله عنهما وصهيب الرومي، ما ضرهم أنهم كانوا أرقا، صاروا موالي، اعتقوا وصاروا موالي، صاروا من سادات المسلمين. نعم. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الفخر بالأحساب، يقول أنا من بني فلان، وبنو فلان لهم
مفاخر ولهم كذا وكذا. المسلمون جسد واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بالتقوى. نعم. والطعن في الأنساب؟ طعن في الأنساب، فلان صلبي، فلان عبد، فلان، ما يجوز هذا الكلام على دينه، الكلام على دينه، والنسب هذا ما يضر ولا ينفع. نعم. والاستسقاء بالنجوم؟ الاستسقاء بالنجوم هذا محل الشاهد، ينسبون نزول المطر إلى طلوع النجم أو إلى غروبه، إذا طلع النجم الفلاني يحصل المطر، لا يجوز هذا، المطر من الله وبيد الله سبحانه وتعالى. نعم المطر له أوقات، ما في شك له أوقات، لكن أنه ينسب إلى الوقت أو إلى النجم هذا لا يجوز. نعم. والنياحة؟ والنياحة المراد بها النياحة على الميت، ضرب الخدود وشق الجيوب والعويل، وهذا من أمر الجاهلية، إذا مات الميت تشق النساء جيوبها وتضرب الخدود وتنوح، هذا من أمور الجاهلية والعياذ بالله. الواجب الصبر والاحتساب عند موت الميت والدعاء له. الله جل وعلا شرع لنا إذا مات المسلم أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يدفن في مقابر المسلمين ويوقف على قبره بعد الدفن ويدعى له هذا المال. وأيضا بعد حتى ولو دفن يدعى له، يستغفر له ويتصدق عنه، ما ينقطع عنه يتركه وينسونه، لا، يعملون له أعمال يهدون ثوابها له، وينفعه ذلك بإذن الله، يحج عنه، يعتمر عنه وهو ميت. نعم. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها. النائحة هي التي ترفع الصوت بالبكاء على الميت، أو تشق جيبها، أو تلطم وجهها، هذه النائحة والعياذ بالله. نعم. تقام يوم القيامة النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فدل على أنها لو تابت تاب الله عليها. إذا تركت النياحة وتابت إلى الله فإن الله يتوب عليها، أما إذا ماتت وهي لم تتب فإنها تعذب والعياذ بالله، تقام يوم القيامة وعليها درع من جرب، سربال من قطران ودرع من جرب. قطران معروف هو المشتعل الذي يشتعل، بترول يشتعل والعياذ بالله، سربال من قطران ودرع من جرب، والجرب هو الحكة التي تكون في الجلد وتقلق الإنسان. نعم. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. نعم، عقوبة لها، لكن لو تابت قبل موتها تاب الله عليها، الله يتوب على الكافر، وكيف بالمذنب من المسلمين، يتوب الله عليه إذا تاب إلى الله عز وجل. نعم. أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي. نعم. صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. أبو سلام. ها؟ تفرد عنه بالرواية أبو سلام. أبو سلام، نعم. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري، اثنان غير هذا. نعم، فأبو مالك هذه كنية يشترك فيها أكثر من واحد،
نعم. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية من أعمال. قلنا إن الجاهلية العامة زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى منها شيء عند بعض القبائل أو بعض الأفراد، يبقى منها شيء. نعم. ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. نعم. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، ما قبل البعثة. نعم. سموا بذلك لفرط جهلهم، لأنه ليس فيها رسالة ولا نبوة. الجاهلية ليس فيها شيء من الرسالة وآثار الرسالة، ولذلك سميت بالجاهلية. وبعد إسماعيل عليه السلام ما بعث في أهل العرب إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. نعم. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها. نعم. الرسول خالف أهل الجاهلية في كثير من أمور الجاهلية أو أكثرها. نعم. وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. نعم. يعرف ما خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتاب والسنة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمًا لمن لم يتركه. نعم. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. نعم. كل أمور الجاهلية مذمومة في الإسلام، لأن الله أغنى المسلمين بالإسلام عن أمور الجاهلية. نعم. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. نعم. ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم. أفحكم الجاهلية يبغون ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكل ما هو منسوب إلى الجاهلية فهو مذموم. نعم. فإن ذلك ذمًا للتبرج وذمًا لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. نعم. قوله: الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم. نعم. إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما نعم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى، إنما الذي يقرب عند الله هو العمل الصالح. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث.
نعم، لا يجوز الافتخار بالآباء والأجداد والقبيلة، لا يجوز هذا. المسلمون إخوة، والكرم بالتقوى، ما هو بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالأولاد. الكرم عند الله بالتقوى فقط. نعم. قوله والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. أي نعم، ولما عيب أنت نسبك واطي، وأنت نسبك ما هو جيد، وأنا من قبيلة فلان، أنا من، ما يجوز هذا. إخوة، المسلمون إخوة، المؤمنون إخوة. بلال وعمر أخوان في الإسلام. نعم، بل بلال وأبو بكر الصديق أخوان في الإسلام. نعم. قوله والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه، نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم. لما عير أبو ذر، أبو ذر من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، صار بينه وبين أحد الأشخاص شيء من سوء التفاهم، فقال أبو ذر: يا ابن السوداء، يقول الرجل يا ابن السوداء، يعني أمه عبده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر لما قال هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيك جاهلية، فدل على أن الجاهلية قد تبقى في بعض الأشخاص، في بعض القبائل يبقى منها شيء، وإن ذهبت بجملتها لكن يبقى منها شيء. فالواجب ترك أمور الجاهلية والابتعاد عنها. نعم. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. نعم. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية. نعم. ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام. إذا كان فيه خصلة من خصال الجاهلية ما يوجب هذا أنه كافر، ولكن يوجب هذا أنه عنده شيء من أمور الجاهلية. نعم. قوله والاستسقاء بالنجوم. إيه نعم، نسبة المطر إلى النجوم. نعم. أي نسبة المطر إلى النوم. نعم. وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. إيه نعم، هذه الثلاث خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع في بعض أمته، بعض الأفراد. الأولى استسقاء بالنجوم، نسبة المطر إلى النجوم، إذا طلع النجم الثاني، إذا طلع النجم الفلاني يحصل المطر، المطر بيد الله ما هو عند النجم. نعم، هذه واحدة. وحيف السلطان، حيف السلطان يسلط الله السلطان، يصير عنده جور، لكن مع هذا يجب الصبر على جوره وعلى حيفه، ولا يجوز الخروج عليه، ما يجوز الخروج على السلطان. اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، لأن الطاعة السلطان يحصل بها مصالح من استتباب الأمن، ومن كف الظلمة، ومن أمن الطرق وغير ذلك. وإن كان عنده بعض النقائص أو بعض الجور أو بعض الظلم يصبر عليه. نعم. وتكذيبا بالقدر، تكذيبا بالقدر،
ينسبون بعض الأمور إلى أشياء ما يقولون ما قدرها الله، إنما فلان هو اللي فعلها فلان، ينسبونها إليه. لا، الله قدرها وفلان فعلها، ما في شك فعلها، ولكن القدر من الله، قدر الخير والشر. الله قدر الخير والشر، قدر الكفر والإيمان، قدر الحسنات والسيئات. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر. نعم. وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك. الجاهلية يقولون ما نعبدهم الذين اتخذوا من دونها أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يبونهم شفعاء عند الله، لهم يعرفون أنهم بشر لا يقدرون على شيء لم يقدره الله، يعتقدون، ولكن مع هذا يعبدونهم من دون الله وهم يعرفون أنهم بشر، لكن يقولون نبيهم شفعاء لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا الشرك. نعم. والفتنة الشرك. نعم. وإما أن يقول مطرنا حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. نعم. وإما أن يقول مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، وهذا مكروه أيضا. نعم. لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. نعم. والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. نعم، ولو ما اعتقد أن النجم هو الذي أثر في هذا المطر، ما يجوز يقال مطرنا بنوء كذا عند طلوع النجم الفلاني، ما يجوز هذا. نعم. فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافه. نعم. وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم. نعم. قوله والنياحة، أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. أما البكاء على الميت هذا لا يؤاخذ عليه، هذا رحمة. قال صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: العين تبكي والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فالبكاء لا يضر، وهو رحمة، وهو أيضا أمر يجري على الإنسان بغير اختياره، ما أحد يقدر يمنع البكاء إذا طرأ عليه مصيبة أو شيء، فلا يؤاخذ على البكاء، إنما يؤاخذ على النياحة. نعم. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها
يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في نسخة لفتح المجيد قال الشارح ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة. نعم، موجود هذا، مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب موجود، رسالة مطبوعة موجود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: معرفة الفلكيين بنزول المطر هل يعد من التنجيم المحرم؟ أي نعم، إذا نسبوا المطر إلى النجوم هذا هو التنجيم. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يعرفون نزول المطر، من يعرف نزول المطر؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل علم التسيير يكون في النجوم فقط أو يكون أيضا بعلوم أخرى كعلم الحساب والرياضيات ونحوها؟ ما يكون إلا بالظواهر الكونية، ما يكون إلا بالظواهر الكونية كمنازل الشمس والقمر والنجوم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الضابط في صلة الأرحام العصاة والمبتدعة؟ نعم، يقول: ما الضابط في صلة الأرحام العصاة والمبتدعة؟ نعم، يوصل العصاة، يوصلون مع نصيحتهم، وأما المبتدعة فإذا لم يتوبوا عن البدعة يقاطعون، يقاطعون. نعم، لأن البدعة أشد من المعصية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أصل رحمي إن كانوا مؤذين وخشيت أذيتهم؟ نعم، صل رحمك وإن قطعوك ولا يؤذوك إن شاء الله، بل إذا وصلتهم لانت قلوبهم لك، وإذا قاطعتهم زاد بغضهم لك ومقاطعتهم لك، صل رحمك وإن قطعوك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أولاد العم وأولاد الخال وأولاد العمة وأولاد الخالة من الرحم؟ أي نعم، من الرحم، لكن الأقرب فالأقرب، تراعي الأقرب فالأقرب منهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل التواصل مع الأقارب عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي يعد من صلة الرحم؟ يعني بعض من صلة الرحم، يعد بعضا من صلة الرحم، ولكن ما يكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر مدمن الخمر، هل يدخل في ذلك مدمن المسكرات أو المخدرات الموجودة في هذا العصر؟ الخمر، المسكرات، المسكرات خمر، المسكرات خمر، أما ما عدا ذلك الذي لا يسكر وإنما هو خبيث الطعم والرائحة والمنظر فهذا ما هو مثل الخمر، لكنه محرم، لكنه محرم، يتركه الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الشرك الأصغر هل صاحبه تحت المشيئة أو أنه لا يغفر له؟ حسب رجحان حسناته وسيئاته، إذا رجحت حسناته يغفر له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا تاب الساحر هل يقتل؟ أي نعم، يقتل على كل حال، إذا ثبت عليه أنه ساحر يقتل ولو تاب، لأنه ما هو صادق في توبته، ساحر وإن تاب فلا يصدق في توبته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل بنات الخالات والعمات
من الأرحام وكيف تكون صلتهن؟ هم من الأرحام لكن فيه من هو أقرب منهم إليك، فيه من هو أقرب منهم إليك، صلتهم بالكلام وبمساعدة المحتاج نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل مصدق السحر يعذب في الدنيا ويعزر؟ لا، ما يدري عن تصديقه إلا الله جل وعلا، احنا ما ندري عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم لبس الأساور الرجالية؟ يقول: ما حكم لبس الأساور للرجال؟ لا يجوز، هذا من خصائص النساء، هذا من التشبه، من التشبه بالنساء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لعن صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن في بلد يباح فيه السحر، وهؤلاء السحرة منتشرون ونرغب بالقضاء عليهم، يقول: كيف نفعل ذلك؟ هل نقتلهم سرا؟ لا، لا تقتلونهم، ما لكم سلطة تقتلونهم، هذا بيد السلطان، لكن حذروا من شرهم وابتعدوا عنهم، حذروا من شرهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب علي صلة الأرحام الكفار؟ نعم. يقول: هل يجب علي صلة الأرحام الكفار؟ نعم، تصلهم مع مناصحتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك من يقول أن من أسباب المطر النجوم، فهل هذا صحيح؟ هذا هو التنجيم الذي ينسب المطر إلى النجوم، هذا هو التنجيم الذي أنتم تدرسون هذا الباب المعقود فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من اعتقد بأن المطر ينزل بسبب ظهور نجم سهيل، هل هذا من الاستسقاء بالأنواع؟ سهيل نجم من النجوم، هذا من المنجمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بقراءة الأفكار التخمين، هل هو من السحر؟ إيش؟ يقول: ما حكم ما يسمى بالتخمين وقراءة الأفكار؟ ما أعرفه، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذهب إلى رجل ليرقيه، فيقول أخبره أنه معمول له سحر، يقول: هل تصديقه في كلامه تصديق لساحر؟ هذا لا يذهب إليه ولا يجوز أن يرتقي عنده، لأنه كذاب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين الوعيد في من صدق بشيء من السحر وبين الاعتقاد بأن السحر حق ويؤثر؟ ما هو بحق السحر، ما هو بحق، باطل، من قال أنه حق؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي النياحة؟ النياحة رفع الصوت على الميت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعذر المشرك بالجهل وهل تنفعه لا إله إلا الله؟ يقول: هل يعذر المشرك بالجهل وهل تنفعه لا إله إلا الله؟ كيف لا؟ إذا قال لا إله إلا الله معتقدا لها فليس بمشرك، ليس بمشرك، إذا قالها معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: منذ مدة ذهب أحد أقاربي إلى منجم فأعلمه ببعض الأشياء التي زعم أنها تحصل لي في المستقبل، وفي بعض الأحيان يخطر ببالي كلام المنجم
خاصة إذا وافق أمرا كان قد زعمه، هل يعتبر هذا من تصديق المنجمين؟ أي نعم، اعتقد كذبه ولا تلتفت إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعضهم يقول بجواز الفخر بالأحساب لأنه من باب التحدث بنعمة الله. هذا من نعمة الله؟ فخر بالأحساب هذا من نعمة الله؟ هذا من أمور الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول أن هذا العصر عصر جاهلية عامة؟ كذاب، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة. الحمد لله، الإسلام موجود والقرآن والسنة موجودان، لسنا في جاهلية عامة. إنما قد يكون هناك جاهلية في بعض الأشخاص أو بعض القبائل، هذا موجود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هل يعتبر فخرا بالأنساب؟ لا، هذا بيان لنسبه.